السلام عليكم، معكم حسان، وعدنا في سلسلة جديدة لعبة آسكا. فكرة اللعبة سيرفايفل، دينا في عالم آسكا. وش سالفة اللعبة، وش قصتها للآن ما اكتشفناها، ان شاء الله تعجبكم. ليتس جو. آسكا اسم الشخصية، أقدر أخلي الشخصية هذه آسكا اللي ألعب فيها أو راغنر، فأنا بأخذ آسكا لأن اسم اللعبة آسكا، فبنلعب الشخصية نفسها، يعني لازم نجربها. أيوة بدت. ما في ترجمة؟ لا. Which lit the fires of creation. They gave us a world of our own, a home. They made us builders. Warriors, legends. They gave us everything. But our hubris overcame us. We thought ourselves to be gods instead. We tore apart their memory. And so we were punished. Everyone, everything cast into the fire. هذا أنا وراغنر يا عيال. تكلم عن ان الآلهة هي اللي خلقتنا، وان صرنا احنا نبني ونشتغل في الحياة هذه، الين جو بشر وقرروا انهم يصيرون هم الآلهة، يعني ياخذون دور الآلهة، فقاموا ايش يطغون على بعض. ايش تبي انت يا حبيش؟ هذا اللي طلع. لا تكفى اصبر، قلنا بلدر نبني، انت ايش تبي؟ اوكي، ما في يعني باك جراوند للقصة عميق مرة، وقهر اني ما حطيت ترجمة. والله ما في ترجمة، تصدقون غريبة مرة ما فيه، والله غريبة مرة. أيوة هذا جوتن بلود، دم جوتن، ما أدري وش سالفتك يا جوتن، لكن جيب ما أقول لا. وهنا يطلع السلامة. هذا واضح إنه راح. إيش فيه قاعد يجوي حصى؟ ترى حصى. إيش فيه هذه؟ روقي يا بنت. أخذنا حصى. أيوة الآن يقول لك المهمة إن نبني عين أودن، construct the eye of Odin. And rebuild your tribe، وعيد بناء قبيلتك. يعني عين أودن الظاهر اللي ببنيها هي أساس القرية حقتي. هذا وشو؟ هذه مصلز اللي هو المحار. المحار ما غير اللي ينفك وينشرب، ولا يحطون عليه ليمون الظاهر، الفرنسيين يحبونه إذا ما خاب ظني، والله ما أدري، الزبد إني خذيته. كيف الخريطة؟ أوكي شكل خريطة اللعبة مو مرة كبيرة، فمو بلازم أروح بعيد. هذا يحتاج بيكاكس اللي هو جوتن بلود شارت، نفس اللي جمعتها هنا. هذا ايش يبغى هذا؟ هذا شيبي. اسف 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 طال عمرك، انت ايش فيك انت؟ والله راح، ما ادري وش سالفته. طبعا اللعبه راح يكون فيها تغبيش في الغالب، وهذا طبيعي جدا، خصوصا الحين لما وقفت في الغالب انه وجهي صفى. اول ما ابدا امشي واتحرك وجهي يبدا يشوشر بسبه الثيل، حاولت اقلل لكن للاسف ما في خصائص اني اقلل او زي كذا، ما اقدر. على العموم طبيعي جدا ترى. الحين نبغى نبني، بس انه وشو؟ ما ادري وين ابني، وين افضل مكان. هذا دوارف سبروس، عشبة الاقزام، ما ادري. الزبده ندور لنا مكان مناسب، هل لازم جنب ماء ولا ما يحتاج؟ هذه بيريز عطنا عشان ناكل. طبعا ما اقدر اجمع اشجار، ما اقدر اجمع حجر، لازم اكس وبيكاكس. والله ما ادري وين اروح، والله ما ادري. شوف هل انا الحين يعني هذه كلها بس الخريطه؟ الين هنا تقريبا، احس صغيره بتصير. فخلنا نمشي نستكشف اكثر، ندور لمكان مناسب للسكن. في شيء تو طلع لي هنا، وشو؟ ايوه ناتشرال ووتر كوليكتر، اقدر. هذه حصاء تجمع لي مويه كذا في العالم موجوده. جعل عافيه يا عمري، كان يمديني اني اشيل المويه بدل ما اشربها على طول، الظاهر اني خزنها عندي. ويزدوم ويسب، رشفه الحكمه. ايوه يعطيني نصايح. برس زي تو فاي. لا يا شيخ، علمني الاشياء اللي حولي. حلو، اي لايك ات. في هنا مصدر مويه ثاني، بشوف اذا اقدر اخذ معي للشنطه. اي والله اخذت مويه، ما ادري كيف حطيتها في جيبي، بس اخذنا مويه مو مشكله. هذه والله ساحه تنبع بنا احس، وسيعه، شرحه، شبه مستويه، مهي مستويه. كيف الحين الماب؟ والله ديم، يا اني انا سريع في المشي. ايش هذا؟ جت واحده ثانيه.
فيو هنت وشو النصيحة؟ اضغط بي عشان تبني. قاعدين يعطوني نصايح. لا لا انا داري ما يحتاج اني الحين ابني، ابغى بس اتفرج على العالم ادوري مكان كويس، او انه يبغوني ابني في مكان ما يفرق. ايش ذا غزلان يا حليلهم، والله دمه كثير، ما اتوقع اني اقدر اسطره بيدي صراحة. غريبة دي الغزلان عليها شيء على ظهرها. طبعا اللاعب ممكن يموت من البرد ويموت من الجوع لو اهمل، حرفيا يموت. وحتى اللعبة فيها وشو، فيها ناس تبني معك تساعدك، يعني فيليجرز. اتوقع هذا المكان مناسب نسكن فيه الزبدة. والله اتوقع في غزلان مرة مناسب اسكن فيه. تعال 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 عطني يا طويل السلامة. اول شيء نقول في ماتيريال، في بوش كرافت تولز ويبنز. لا ابغى ابني بيت سمبل فاير. شو في شيء معين ابني ولا ما يحتاج؟ ما في شيء معين الظاهر. في كامب فاير وفي سمبل فاير وفي ووتر باوتش، هذا عشان لو بغينا نجمع مويه. حلو. طب عطني الكامب فاير، خلني بحطه هنا في الساحه. وش هذا يا عيال؟ في ذياب. نو بس ما سوى لي شيء. غريبه يا عيال، هذا بيغدرون فيني. شفتوا لما ما نظرتهم جو وراي؟ دقيقه، الظاهر اذا ما نظرتهم يقربون مني، اول ما الف عليهم ينحشون. اوكي ما حد جاني. شوف جا 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 وناظره كذا غدارين يغدرون. خل ابي يغدر فيني انا. انا ابيك تغدر فيني. تعال عطني سبير. وين سبير؟ خلني اعطيه واحده على راسه. ما في اكس. لاحظ هنا ويبنز يمكن. اوه ابغى حبل، ابغى حبل بس لي بو. يا لعبتي البو لعب. شوف جايني الغبي. تكفى خلني اسوي بو بعدين. تعال عضني زي ما تبي. هذا البو سويته. هذا ايش يحتاج؟ فيذرز. ما اقدر اسويه لان ما عندي ريش، فشكل بسوي لي. والله احتاج ريزن. طب الريزن في الغالب من الاشجار، فلازم اسوي لي اكس عشان اقدر اسوي اجمع الرزن. يب عطني حصى. ما في حصى، ايش دعوه؟ ابي حصى. مصدر مويه ما شاء الله في كل مكان. سو كذا. ايوه فذر ريش. كم اعطاني؟ حبه واحده؟ لا مره قليل، احتاج 5 حبات. يا حبيبي شنو اللي ريش 5 حبات؟ انا حبه يا الله لقيتها. جارليك. الجارليك على اللي فهمته ان الجارليك والبصل، الثوم والبصل يعطون دم، يزودون دم اللاعب او انك تنام طبعا. فكويس اني القى جارليك هنا وثوم قريب مني. وهذا ريش زياده بعد، نايس. حقت الريش اعطيه اكثر من مره، بس انا تو ما جمعتها كامل. دقيقه وينها؟ شوف والله في هنا ريش مره كثير. شوف لما اعلق كذا يعطيني اكثر من مره. والله يعطي كثير. لا حلو. طيب الحين عندي اسهم حرفيا. طب دقيقه حبيبي، ابي اغير مكان البو. ايش هذا اللي قاعد يخرب؟ ووتر باوتش. عندي انا مخزون مويه. اوكي كويس. ديم والله منطقتي دي فيها مره كثير ريش. والله انا اسف لكل حمامه هنا حولي، بس اني احتاج الريش. ابغى برضو حصى. تكفون. ايش تبغى يا بابا؟ خلاص اشغلت امي ترى، خلاص اشغلت امي. وجع سوينا ذا، خلاص سوينا كامب فاير. والله استغفر الله ما سويت انا حطيته، بس هل انبنى؟ الظاهر ما انبنى. اونيون بصل لقيته هنا. والله في كويس، في لوت حولي. اعطاني جارليك سيدز. حلو، معناته اللعبه فيها زراعه. وفي الغالب هذا شكلي اول شيء ببدا اشتغل فيه، اني ازرع لاني بحتاج مصدر اكل دايم. دقيقه عطني البو خليني اشوف شو وضعه، شلون طريقته. على طول علق. اوكي ويطلق. والله مره بطيء. وهذا الكامب فاير حق انبنت ولا ما انبنت؟ ما انبنت، انا بس حطيتها. يحتاج موارد مره كثير. عطني الحين ستون بليد. ايوه والحين اقدر اسوي لي اكس. احتاج ستيك، حبه ستيك واحده ما عندي. فقر. هذه ستيك. الان معي اكس. شل الخرابيط اللي تحت هذه كلها. الحين اقدر اجمع لوجز، بس انا ما ابغى لوجز ولا. لا اله الا الله. حبيبي قل لا اله الا الله، اذكر الله. انت الحين في الليل صرت في رجال. ياه ما تدمي الشيء. ضعيفه حبيبي، خلاص والله اني ضعيف. تبيها مرجله؟ يا اخي دمك كثير يا زفت الطين. حلو كذا نظام. اتعلم وجيكم يا كلاب. وش انت بعد؟ عرشوني. متنا؟ متنا؟ خلاص بابا بس. هش.
يا حلوين تكفون. مكاني شكله خايس. لا 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 مكاني. أو إني لازم أسوي لي كلب اللي هو العصا. أبى أكل لي ثومة وشوف كم تزيد. أوكي قاعد يزود قاعد يزود. بسيط بسيط مو كثير. إيه صح أقدر أجمع الحين خشب على طول. لأن معاي الأكس. أيوة بيعطيني وشو؟ إيش هذا؟ أكسرها حتى هي بعد ما طيحها. أوكي إيش أعطاني؟ أعطاني رزن حلو صمغ وستيكس ولوج. لونج ستيك هذه مو لوجز. تعال أسفها في راسك. أيوة أقدر الحين أسوي لي البيكاكس حلوين. أبغالي والله استرجع أنا شنطتي مليانة. يقول لي تدري سوي لي 5 روب مرة واحدة. طب دام معي رزن الآن أكمل. خلني أكمل هذه أول. تعال هذه يب خلاص سويناها. hold to ignite أقدر أولعها. طب أقدر أرقد فيها؟ ما أقدر أنام. هنا المنيو structure menu. أيوة طورتها خليتها campfire. بس يبغالها موارد زيادة. أيوة هذه الكامفاير شوف طورناها. بعدين الشلتر لسه بدري عليه. لازم شيء نبني الكامفاير. يحتاج ستون وستيكس إيزي. هذا جوتون بلود اللي ما أدري وش فت شايته بخله بعدين نجمعه. الحين أبغى حجر. يا تكفى يا بابا. بس حد ولد والله يشغلك في نفسك. بس يا ولد ترى لونه أحمر لأن ضغط حرف الزد اللي يطلع لي الموارد اللي حولي. طيب هذا حجر خلنا نجي نجمعه. You got injured. جاني الله سبلنتر حبيبي جاني جرح وانا اكسر. لا بلا دلع ارجوك والله مو بكته. طيب خلني باكل لي بصل. يومي تقول بصل ترى بصله نيه. وش اليومي في الموضوع؟ قلت عشان ان تزيد دمي شوي. هذه بكم تعطيني؟ اعطتني 1 لارج ستون. اوكي في اشياء كذا صغيرونه واشياء كبيره. أعطتني 10 سمول ستون ولارج ستون. لارج ستون ما أتوقع إني أقدر. الله أكبر أشيلها كذا. لا ما أبغاها. انقلع ما بي. وش بي فيها؟ وخر بعيد. Good morning جاء الصباح نايس حلو الحمد لله عدينا يوم كامل بدون ما نموت الحمد لله. والله قاعد أكل أنا التوت مع إنه صراحة ما قاعد يشبعني يعني. والله ما قاعد يشبعني لازم اطبخ. انت ايش تبي؟ يقول لك ايش؟ اضغط تي. اوكي عشان نسوي الابجريد. اوكي هذا سويناه اوريدي خلاص اللي هو ان نسوي ابجريد للنار نخليها كامب فاير. اتوقع الحين اني اقدر يب طورناه خليناه كامب فاير. حلو اقدر احط له الحين فاير كفر غطاء لو في نار لو في مطر قصدي في نار. حلو اقدر احط لها حق الباربيكيو لو بغينا نشوي. حط يا رجع حق الباربيكيو. missing hammers مطرقة عشان أبنيها بالله. wooden hammer هذه خلنا نسويها. يا حليلنا والله قاعدين نبني. الحين نقدر نشوي لو بغيت. شو أشوي تكفى والله ما في أكل. بجرب بسيط غزلان يمكن غزلان أضعف من الذياب اللي تو. تكفى والله نميت جوع. لا يا أخي دمهم كثير والله دمه كثير. قاعد ينزف ينزفون مع الوقت. ووو دام جاني ليفل بعد. اوكي هذه مره خايسه. ابي اصيده ذا. مسكت معي الاصيده. تعال انا ما عندي اسم خلصت كل من ذا الذيب الزفت. ما عاد صار يمشي تعب. اجل يلا ننحره. بسم الله الله اكبر. الله يتقبلها يا عيال. احتاج سكينه عشان اجمعها. طيب ستون نايف. اوكي ايزي هذه ستون نايف وجبناها. الحين حبيبي بيجي لكم احلى صلخ. اسلخ اي لا مره بطيء يا عيال في التجميع. احا قاعد تنغزق. لا طعنينه هو ميت خلاص. اوه قطعنا يا عيال جثه والله. اوكي خلصنا. عطنا ايش قاعد تسوي؟ قاعد اكسر اللحمه الصغيره. وش بيصير منها؟ ريد ميت بالاقلع ابو الشغله. الحين لما اسلخ تعطيني القطع الكبار وتعطيني ساقه يده ما ادري وش بعدين اقطعها قطع ثلاجه. لا كذا كثير. وين الذئاب؟ لا يجون ياكلون اكلي. انقلعوا. شو الفائده من الليفل اذا ما قاعد يفرق الضربه؟ ده الحين 10 انفنتوريز فول. نو حبيبي انا شو ابغى بالسيدز. انقلع ما هو سيدز يا ابوي. بزرع مثلا تقنعوني اني بزرع يا صغر الشنطه.
والله غريب صغير وانا عندي بيض وفر في جيبك. ابغى اللحمة هنا، نبي بروتين يا ولد. اوكي اعطاني جلد، اعطاني لحم وبونت. البونت انا متاكد احتاجه في بعض الاشياء، في بعض الاشياء اللي ببنيها راح يحتاج بون. ظهر في عصا تحتاج بون، عصا طق. تعال الظهر هذه، ياب سبايك يحتاج بون. طيب والله بسويها شكلي، خلني افضخ راس الذيب اللي بيجي. ايوه اقدر اسويها الان. تعال يا سلام، شوف العصا بس يا عيال، فيها شوك، يعني اللي بصكه على راسه عز الله المفروض يموت. ليه في تعجب فوق الكام فاير حقي؟ حاطين تعجب غريبة مع اوكي اقدر اطبخ الان. واحد ثلاثة اربعة اعطينا خمسة هنا على طول نشويها. طيب مانج ووركرز اقدر اجيب ناس يشتغلون فيها، بس ما عندي انا حرفيا شيء. بحط فيول ولعبوها، يلا المفروض تجي نشوي صح؟ وايش هذا اللي هنا؟ المفروض حطيت هنا انا؟ ايوه في ذياب، في ذياب. تعالوا تعالوا تعال 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 ابيكم بسالفة، تعال 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 تعال. الدائرة صغرت كأني جبت ليفل صح؟ يب كل عبر رمي الزفت. يبغوني ابني شلتر الحين، والله انا عاجبني مكان الذياب يا اخي، احس اني كذا حرش. وين الشلتر؟ هنا. الله اكبر، ايش تحتاج؟ بارك؟ لا انت اللي ينبح. طيب قول بسم الله. تحتاج لونج ستيك، اوكي حلو حلو. عندي انا واحد بحطها جنب النار هنا، عندي واحدة لونج ستيك هذه. تعال اي اللحم احترق. دقيقة ايش هذا؟ ما احترق بس كأنه بس جتني ثلاثة، وين الباقي؟ احطه هنا الاكل، حطيته هنا. بالله صار هنا الاكل اللي مشوي. حلو 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 حلو. والله منطقتي انا لاحظت انها سيئة، اكثر الاشياء اللي فيها مو هذه الشجر. هذه مثلا يقول لك يحتاج أداة أحسن من اللي معي، يعني الأكس اللي معي مو بذاك الزود. إيش هذا؟ إيش أنت إيش؟ لا أذكر الله، أذكر الله، والله أنت أذكر الله. نعنبه بسيفك. إيش تبي؟ شلون أسوي دوج؟ أوه خبطته. يا عيال الرايت كليك عندي خليه يصدع. ووي القوة. جلدته والله. مطرقه قاعد اسوي له هارفست، قاعد افقع مخه، بيعطيني عظام. هذا الشيبي يحمون اللي هنا، شكل مره بدري عليه، مره بدري على المكان. اعطاني السيف حقه ويخرب ليزه. تعال انت يا وين الذياب اللي تو كل بس لا تسطر كل يومي ترى ثوم سايكو. والله سايكو، احد ياكل ثوم يقول يومي. الحين اقدر اسوي لي الحفاره. هل والله هذه الظاهر فائدتها الوحيده تواسيلي الارض حاليا. عشان اقدر ابني لازم نواسي الاراضي اول. هنا شوف الارض هذه، يلعن ابليس. بس يكفي كفي بابا، بس ضربه واحده الظاهر تكفي. يا سلام الحين، يا الله جو العصابه. الحين اجي احط الستكس اللي كانت معي، وين رميتها؟ اوكي حلو. طب السؤال، الستكس اللي معي كم واحدة اقدر اجم اشيل في نفس الوقت؟ اعطتني ما اقدر اشيل الا واحدة. بالله خلصنا، بس حبتين ستيك كانت تحتاج. بالله اوكي كويس. لا 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 تكفون، لا تجون، لا تعضوني. ايوه وش ناقص؟ اوكي ناقصني لونج ستيك. حطيت الكيو، عطاني الطريقة حقت عشان ناقصة لونج ستيك وستيك عادي. اوكي كويس، لونج ستيك موجودة هنا. وين حكتي هذه؟ تعالي ايش في تروحين؟ وعطني ذي خلنا نجمعها برضو. يعني لو ما تقولون اني مطروخ ساكن بين الذيابة فانتم ما تفهمون صراحة. لهم سنين عايشين هنا، منطقتهم، اجي هنا على طول حبيبي استولي عليها. حط يا حبيبي، اتوقع كذا خلصنا. يب خلصنا. بس يا سلام وش بعد؟ باقي بارك. لا لا تقول ينبح، صدق شلون نجيب بارك؟ ايوه هذه البارك. Found in all types of logs, long sticks and stumps can be harvested for. اصبر الظاهر بعد ما اكسر الستيكس. دقيقة خلينا نكسر هذه. اوكي بسم الله، اول شيء اعطاني ريزن طبعا. وهنا اعطاني بارك على طول. كم؟ اربع حبات، انا احتاج ثمانية. طبعا الشلتر عشان ابي انام، ما نمنا. كم لي ما نمت؟ يومين حبيبي، يومين ما نمت، حرام عليكم. وهذه ما غير تتوجع.
أي جرح. بس يا حبيبي أخيرا go to sleep. يا شيخ نوم العوافي يا عمري. شلون أصحى؟ أوه ما يسرع الوقت لما نام لقلة أدب. لا يجيني أحد، أنا بحميها يا عيال. شوف فيه مربع قاعد يزود، مش فايدة أمه ما أدري. زادت استمينة، الظاهر استمينتي كانت ناقصة كل هالوقت بسبة عدم النوم. الوقت ما قاعد يمشي أسرع. تسوق أمه؟ قلت كل مرة جاي أنام كذا احترياء. لا تو ماتش. شوف حتى نائمة وماسكة المطرقة. لا واضح الجد في العمل والإخلاص. ما شاء الله عليك. أتوقع خلاص أقدر أصحى عادي، ويصير الحين عندي هيلينج أوفر تايم، إنه يزيد دمي وأنا صاحي. لا والله ما قاعد يزود، مرة يعني انغدرت صراحة. طيب أمسك اللحمتين ذي أطبخها، وأبي أخذ لي اللحمة أكلها. أيوه أعطتني سترينغث بس ما تزود دمي، قهر والله. لازم بصل يعني ثوم، إيش دعوة. مايتي إيجر كوينش يور أور ثيرست أند سوفن أور بلوز. هذه لو بنيتها مايتي إيجر اسمه، يقول لي يشيل العطش وما ادري شو اسوي. ابني يعني هارت اوف ذا سيتلمنت. اي والله شكله مهم. ماجيك هذا هو اي اوف اودن. هذه اي اوف اودن. تحتاج سمول ستون ولارج ستون ولونج ستيك. ايزي دن يا عيال. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اتراكس فيليجرز، هذا الحين يجذب ناس يجوني. بالله في ستورج بعد اقدر احط فيه اغراض. اوكي والله حطيت فيه هذه. اكتيفيت. كذا جب ناس. هذا كرافت مع مدري وشو، وهذا ستوت كونستيتيوشن. عطني كرافت. ابي كرافت. جب جاني واحد جديد يعني يا حبيبي. الحين خلاص يعني قاعد يجيب لي احد؟ معقوله؟ خلني اكسر ذي اجل. هنا وشو اكسير؟ اعطاني اشياء جديده. لايتس في جاذررز بيت ستون كتر. اتوقع جاذرر مره كويس. جاذرر مدري ايش الاوز فيلج تو جاذر فود. يب لازم ابنيه. ليش؟ لانه مستقبل مبني على الاكل يا حبيبي. حطك هنا تعال خلنا نواسي الارض. تايم انتل ارايفل اوف ذا نيكست فيليجر 8 دقائق. شوفوا تحت الخريطه. الله يحييك والله الساعه مباركه. خلاص انا بكسر ذي، هو اذا جاء الله لا يهينك كملها، انا بشيك على ذي. تدرون ابى اخذ لي قيلوله بسيطه كذا صغيرونه يعني بريح شوي. ايوه كم اعطاني؟ جوتن بلود ثنتين. كل هالتكسير في الاخير ثنتين بس. والله مره قليل. يا سلام سلم. وشو ذا؟ فيجي باسكت سله خضار. هنا اقدر احط سيدز واقدر احط الريش وما ادري ايش. بالله حلو. مخزون فروت، اقدر احط فيه فواكه. لا 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 حط 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 حط. حطينا فضينا الشنطة شوي. اي حطيت الريش، حطيت المدري ايش. يبغالي والله ستورجات يا اخي. ما في ستورج؟ مستحيل ما في ستورج. رين كوليكتر جامع مطر. مو مرة مهم بالنسبة لي، بس خلني بحطه بحيث انهم يشتغلون عليه اول ما يجي يشتغل عليه. بحطه جنب مصدر الاكل، اتوقع مرة مناسب. يا عيال قربة الموية اللي عندي ما شاء الله فيها بركة. تو شربت نقص مرة شوي وفللت الدم عندي. الموية العطش. خلصنا من هذه الزبدة بشركم. سوينا تورش إضاءة كذا بسيطة في المكان، خلنا نور المكان شوي. والعبوها بعد يا حبيبي. يا سهل. لا الحين يجي يقول دام وش المكان البطل وما أدري وشو. عطني هذا الأكل خلصناه صح؟ حطه هنا. nothing to deposit. ليه؟ وش حطيت أنا؟ وش خذيت؟ ما خذيت أكل؟ ما أعطاني أكل تصدقون؟ والله قلي أدب. خلنا نرقد. سوي نفسي نايم إذا جاء عيال عشان يصحيني. خلني زي نفسي نايم. تدرون ابى اروح اجرب حارش الثياب. ايش هذا؟ نيو لوكيشن وولفاردن. اوه بيتهم ذا. بالله يعني انت بتطقني الحين؟ ما شفت سيف الجديد وجع عضني. جرب عليه رايت كليك. يعني ما اقدر اسوي دوج. ليه ما يسوي كنترول؟ ليش ما يسوي دوج؟ يجلس جالس. كراوتش هذا لا. شفت. اوكي شفت اللي يسوي رول. الله يقلع بالفاو. قاعد اضغط زر غلط كل ذا الوقت. تعالوا شيكم انحشتوا. والله انحاشوا زلايب. جاني ايدا. ايدا جاء حبيبي حياك الله.
حياك الله. يقول احس اني هايدريتد. ايوه ايوه اخذ اكل على طول. ايدا شو بتسوي؟ وين راح؟ راح يبني، بيشتغل على هذه يبنيها. خلاص انت كمل، انا بروح اتسطر وارجع. الله يستر عليك. تعال تعال، ما عندي اكل، ابي اكل، ابي زود دمي شوي. شكم الحشتو؟ خفتوا من ايدا؟ تعالوا. اوه سطرته. تعال، وين رايح؟ راح نهاش يقهر. ابي 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 هذا بذبحه. جلدته جلدته، تم الانتقام. والله المطرقه فيها بركه. داخ داخ يا عيال. اي 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 سطروني، اهربوا. اجتمعوا علي الدياب. دمي دمي راح، قاعد اموت قاعد اموت. اي دور اي دور، انقذني. لا وشو اعيش كشبح؟ ليه عشت كشبح؟ شو اسوي الحين؟ اخذ روح الفيلجر عشان اعيش، لين اخذ روح اي دور عشان اعيش. لا ما دريت ان كذا السالفه، يعني ابكتله. اي دور انا اسف، ما في الا كذا. عطني روحك، عطني روحك، اقبض اموت. انا اسف، المخرج عاوز كذا. انا اسف، ما دريت، لو دريت كان ما ضحيت ولا رحت قتلت. انا اسف اي دور، صدقني روحك هذه ما راح تروح هباء منثورة. يا عيال راح نوقف هنا. ان شاء الله عجبتكم الحلقة، لازم قناة عطوا لايك لايك ما يجيكم مقطع. سلام.